هذا مقطع حصان على مرور مرتبط بالحاره والهدوء زي ما قلنا، نفس الحصان الحادي في الطلعه بنفس الوقت يحتر في الطلعه يدوس ويرفع راسه في نفس الطلعه، يمد رقبته ويدوس ويرفع رقبته نفس الطلعه. الان حصان محتر عرب طبعا اصلا حار مره وصفر تعصب وخفيف مره، اثناء الحراره خايف اخوف زياده، خاف حاول ينطلق مره. من الفكرة دائما تكرر أتكلم موضوع الحصان، مية في الدعوة عودة على شيء ولا حاجة مخيفة بدون ما تخوفه تقول هو لا أبغاك تخوفه يحاول ينطلق فكذا ما يدري، فا احتر كإثبات إنه مو بس هادي، هدا كإثبات إنه مو بس حار. ليش قوس مد رقبته؟ ليش مد رقبته؟ قوس. ليش رافع رقبته؟ قوس. ليش قوس رافع رقبته؟ يعني نفس الطلعة يسوي جميع الأشياء باختيار. جمعة الرقص الآن وقفة صدمة العنان جمع الآن أوقف هذه حركة سويتها في الحصان حق خوية يمكن تراكبه الآن الحصان حصاني فيعني خوية حركة أكثر لاحظ أوقف شوف المقطع لحظة أوقف الحصان أجمع اليمين باليسار لاحظ أجمعتها الحركة هذه أجمعتها قمة الخطأ بعد اخذ الكتف الخارجي او الركبه الخارجيه اليمنى باليد اليسار يعني قمه العسر ولا ما ادري ايش وقف اجمع اليمين باليسار اثناء قمه الحراره اذا الفكرة أنه ترد الحصان في أوضاع معينة بحيث أنك تستفيد من اللي سويته في الوضع هذا، لكن إذا في الوضع هذا ما نجح الشيء اللي سويته مع القارورة أو مع البدوك أو اللي هو ما استفدنا شيء. فالفكرة أنك تسوي شيء صعب في البداية تنجح طبيعي تنجح هنا، لكن لو خدعت نفسك خداع هنا حاسك لاحظ مع الشغل ذا كله وقفت أنا وقفة إنه ما خدع حتى لو راح لو مش مسار او لو انطيت في الجاي يروح تدريجيا. قمة الحرارة. هو مثلا اللي يصور النقطة هذه انت لما تسوي شيء صعب جدا وتشرح بطريقة مبسطة وفلسفية وتتكلم بسرعة يبدو شيء شكليا سهل تروح ميزاته، بس هل هو بالفعل شيء سهل؟ هل هو بالفعل انك تركب حصان عربي محتر بدون سرج في الليل جنب السيارة؟ مستحيل الحصان يقول لا، لدرجة اني لو اروح اسكن السيارة صدم ها صدم عاد ما حد يسال مين بريد اليسار بس رد واحد بلف الحصان يمين عن طريق اليد اليسار، بلف الحصان يمين وانا ماسك حصان باليد اليسار، لاحظ بلف اليسار وانا لف وانا ماسك يمين، انا يدي ايمن، انا شخص ايمن بلف الحصان يسار ولف يمين، لاحظ بلف اليمين وانا ماسك عفوا بلف اليسار وانا ماسك باليد اليمين في قمة حرارته تتحكم، ها تحكم ليس تدريب على شيء معين بشكل جميل وانتهينا. هنا الخيالة هنا التحكم، أما حصان يهج في مكان مفتوح ويسوي حركات فوق هذا شيء جميل ممتاز لا شك مهارة يعني، بس ما تحكم في حصان حيسكت. هذا رأيي في اليوم.